بالزمن. دون أهداف انتهى الديرب البيضاوي أمس بين الوداد والرجاء في قمة لم تفي بوعودها، واكتفت بالبياض الذي حافظ على فارق النقطة الواحدة بين المتصدر والمطارد المباشر. سيناريو موجه رفقة أسامة الأبط. التعادل يفرض نفسه من جديد على نتيجة الديرب بين الوداد البيضاوي ونظيره الرجاء في النزال المؤجل عن الجولة 25 من منافسات الدوري الاحترافي. الجولة الأولى من المواجهة تميزت بحذر كبير من عناصر الطرفين. أبرز الغائبين عن الديربي إلى أن المشجعين يقدمون مساندة ودعما لا مشروطين حتى بعيدا عن الملعب. وسام العبادي مع كاميرا القناة زار عائلة تجمع وداديين ورجويين وأعد الرقورتاج التالي بعدسات إبراهيم حبوب. بعد قرار إغلاق المقاهي بالعاصمة الاقتصادية ساعتين قبل صافرة البداية وعدم القدرة على تواجد داخل أسوار المركب الرياضي محمد الخامس بسبب الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الكرة الوطنية، كان ملاذهم متابعة أطوار مباراة الديربي من المنازل وخلق حماسهم الخاص، غير أن مستوى المباراة لم يرقى إلى توقعات من تابع الديربي البيضاوي. كان قلب على الصدر بعد المقابلة وضت انتهت بسفر سفر الحمد لله. كانت تعاودنا واحد اللقطة ديال الراس دقيقة قبل النهاية كانت تقتلنا القلب. البيوت تزينت بالأحمر والأخضر، فعشق المستديرة ينقسم داخل العاصمة الاقتصادية بين فريقين. جماهير أحدهما كانت تمني النفس بالابتعاد أكثر بالصدارة، لا سيما وأن المطارد اسمه الوداد الرياضي. الديربي ضعيف، مستوى ضعيف جدا، ماشي داكشي اللي كنا غننتظروا منه ولا فريق رجاء البيضاوي ولا فريق الوداد البيضاوي. حنا عارفين فريق الوداد البيضاوي كان كيدوز من واحد مرحلة الفراغ ديال الانتصارات، ماشي في الوداد اللي كنعرفو حنايا في المستوى ديالو. البياض أنهى مباراة الغريمين، غير أن الروح الرياضية تظل العنوان الأبرز بين قلوب يجمع بينها سقف واحد ويفرق بينها عشق الوداد والرجاء.